موجز الأخبار من قناة حلب اليوم، أهلا بكم. مصادر في وزارة الدفاع التركية تقول إن واشنطن أرسلت منظومات دفاع جوي من طراز أفنجر ستينجر إلى قواعدها في سوريا، وسلمتها لتنظيم واي بي جي بدعوى قتال تنظيم الدولة وقاتيريتي. دورية عسكرية مشتركة لقوات التحالف وقسد تتألف من 12 عربة مدرعة تتجول في بلدات أبو حردوب وذيبان وشحيل بريف دير الزور الشرقي وفق مراسل حلب اليوم. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجتمع مع بشار الأسد في الكريملين في العاصمة الروسية موسكو، ويؤكد له أن الوضع يزداد توتراً في الشرق الأوسط، وهناك ميل نحو التصعيد يؤثر على سوريا. مظاهرة لأصحاب الحراقات والعاملين فيها بقرية ترحين شرقي حلب احتجاجاً على القرارات الصادرة عن شركة الأنوار للمحروقات واحتكارها تجارة النفط وفرض الضرائب، ما أدى لارتفاع أسعار المحروقات في المنطقة. قسد تقرر إلغاء انتخابات البلديات في شمال شرق سوريا بشكل نهائي، والتي كانت مقررة في آب القادم وفق مراسل حلب اليوم. مقتل عنصر من قسد برصاص مجهولين في بلدة الصبحة شرقية دير الزور وفق مراسل حلب اليوم.